أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركات متابعينا ومستمعينا الكرام. على فاضل أحييكم وأجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب، مستمرين بهذه الانطلاقات ومع هذه التحديات، حيث انطلاقة أشواط سن الثنايا وتحديات الثنايا في أول ظهور لها في هذا الموسم، حيث تنطلق هذه الأسماء وتندفع هذه الشعارات في رحلة البحث عن الفوز وعن الانتصار، لنتقدم بانطلاقة شوطنا الحادي عشر الخاص بالثنايا الإبكار المحليات، أول أشواط الإنتاج والمنتجين، نتقدم مع هذا الشعار المتألق في صباح هذا اليوم. دائما وأبدا هو يتألق بشعار النجمة الزرقاء، ينطلق شعار الحلامي على المركز الأول مقدما لنا عنيدة سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على المركز الأول بهذا التقدم وبهذا الانطلاق، مختطفا لثلاثة نقاط صباح هذا اليوم، باحثا عن النقطة الرابعة والسوبر هاتريك. المركز الثاني أتابع خلابة محمد بن حمد بن جذوة العامري ينطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما التدخل على المركز الثالث في هذه الأثناء، حيث أجد بهذه الانطلاقة وبهذا التحرك مرموقة شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي يتقدم في هذه اللحظات وينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع، شوف هذا الشعار القادم، شواهين راشد بن سلطان بسيف المنصوري يتقدم بنعوشة ويندفع بشعاره في هذه اللحظات على المركز الرابع والمركز الخامس. وصلت غرام سعود بن راشد بن سيف الشامسي تتقدم على المركز الخامس بانطلاقتها وبانطلاقتي شعارها، بينما المركز السادس وصلكم الشعار العملاق العيناوي يتقدم بنهابة مظفر بن محمد بن خبوشة العامري هو القادم على المركز السادس، راعي صوغة المركز السابع، وصلت مضمونة راشد بن علي بن نويصر المنصوري ليتقدم بشعار القادم على المركز السابع بتحرك ووصول مضمونة. المركز الثامن، شوف اللي من الجانب الأيمن تنطلق وتتحرك في هذه اللحظات، بنتابع لحظات انطلاقها وانضمامها للمراكز الأمامية المتقدمة في هذه اللحظات، أتابع القدوم والهجوم هناك على المركز الثامن، راحت هناك من الجانب الأيمن تنطلق بالرقم واحد شواهين عبد الله بن مبارك بن عية الشامسي على المركز الثامن. المركز التاسع، شوف التدخل في هذه اللحظات من الشاينية عمر بن بطي بن أحمد المزروعي ينطلق وينضم بشعاره، وأيضا هذا التدخل شوف في هذه اللحظات الانطلاق والوصول والاندفاع هنا من أرياف محمد بن مبارك بن محمد بن طالب الشريفي هو القادم وهو المتدخل بشعاره. هذه الأسماء العشر الأولى، يا من تتابع ويا من تراقب هذا التحدي وهذه الانطلاقة والعودة من جديد إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى شعار الحلامي اللي على المركز الأول يتقدم بانطلاقة هنالك واندفاعة عنيدة، عنيدة ومرموقة يتقدم هذا الشعار الذي يقدم المستويات الكبيرة هناك متواصلا بعطائه، منطلقا على أول المراكز وعلى الوصافة في شوط الثنايا الإبكار المحليات، شوط الإنتاج، أول أشواط الإنتاج لمن ومع من سيكون. المركز الثالث، غرام سعود بن راشد بن سيف الشامسي هو القادم بغرام على المركز الثالث. المركز الرابع، وصلت نهابة مظفر بن محمد بن خموشة العامري يتدخل على المركز الرابع والمركز الخامس، شعار المنصوري يتحرك بشواهين راشد بن سلطان بسيف المنصوري هو القادم
هو المنطلق في هذه اللحظات، وشعار راعي الشرقية أيضا قادم بن نويصر، وكذلك شعار بن عية مع شواهين وأسماء قادمة وبكل قوة كشعار الشريفي، وأيضا المتدخل شعار بن جذوة، وانطلاقة الشاينية بشعار عمر بن بطي بن أحمد المزروعي، أو هناك نعم بانطلاقة شعار المزروعي. هذا النداء الثاني انتهى وانقضى يا من تتابع، يا من تراقب التحدي، ولكن العودة وين؟ العودة إلى شعارات الحلامي المسيطرة والمحكمة للقبضة على هذا الانطلاق الجميل. عنيدة هي وعنيد هذا الشعار ومرموقة اللي على المركز الثاني تنطلق بهذا الأداء، شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على المركزين الأول والثاني يفرض السيطرة هناك مع الكيلو متر الأخير. بسم الله ما شاء الله على هذا الانطلاق وعلى هذا التحدي، وعنيدة عنيدة 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 شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على المركز الأول فرض السيطرة بكل قوة، انطلاقات وإبداع، امتاع لشجي جماهير هذا الشعار بهذه الانطلاقات الجميلة. عنيدة 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 وعنيد هذا الشعار يوم ترف الأعلام، يوم الرموز هناك بانطلاقاته الكبيرة المعتادة المرضية لعشاقي وجماهير هذا الشعار، شعار الحلامي بإبداعه بانطلاقاته المميزة. عنيدة 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 راحت بالفوز وبالانتصار بدون أي منافس هناك على المركز الأول على صدارة الشوط. يا سلامي عليك يا الحلامي، شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، والنقطة الرابعة هناك في هذا الصباح إبداع أيما إبداع لهذا الشعار بهذه الانطلاقات الكبيرة. سلام أيتها النجمة الزرقاء، سلام لهذا الشعار الكبير، سلام لعنيدة، سلام سلام لشرف، سلام سلام للأسماء الكبيرة، سلام سلامي عليك يا الحلامي سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. عروض لا يقدمها إلا الكبار يا الحلامي، مشكور يا أبو سلطان على فوز عنيدة بالمركز الأول والمركز الثاني مع مرموقة والعصافة الأبطال نعم بشعارات سعادة أحمد بن سلطان الحلامي المركز الثالث كانت مضمونة، راشد بن علي بن نويصر المنصوري المركز الرابع كانت غرام سعود بن راشد بن سيف الشامسي، والمركز الخامس كانت شواهين راشد بن سلطان بن سيف بن عوشه المنصوري. تهانينا وألف مبروك لك يا الحلامي على الفوز بالمركز الأول والمركز الثاني. هناك لحظات الإعادة وانتظارنا للتوقيت الزمني بهذا الانطلاق الجميل مع عنيدة 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 عنيدة، والشعار العنيد يظهر بقوة صباح هذا اليوم، شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي يبدع بإبداعات كبيرة هناك لعشاقي وجماهير هذا الشعار يقدمه في هذا الصباح. لحظات التوقيت الزمني، لحظات الوصول، لحظات ونتعرف على التوقيت الزمني. 7:56 ستة أجزاء من الثانية. سلام يا الحلامي سلام، هناك شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على فوز عنيدة المركز الثاني، كانت هناك مرموقة أيضا بنفس الشعار، والنعم النقطة الرابعة في هذا الصباح مرموقة وتوقيتها الزمني 7:59 خمس أجزاء من الثانية، ايضا مرموقه على المركز الثاني والعصافه البطان بشعار سعاده احمد بن سلطان الحلامي، والمركز الثالث كانت هناك اللي هي مضمونه بشعار راشد بن علي بن نويصر، والتوقيت الزمني 8:01 جزء واحد من الثانيه. تهانينا والناموس.